محطتنا في هذا العدد الجديد من مجلة دوزيام ماغ غادي تكون مدينة وجدة، وجدة عاصمة الشرق وكذلك عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018، ومن أهم ركائز المشهد الثقافي في المدينة الطرب الغرناطي اللي كيتوارث من جيل الجيل بفضل مجموعة من الجمعيات اللي كتحاول الحفاظ على هذا الموروث وتكوين الشباب والأطفال، بينها الجمعية الموصلية اللي تأسست هذه أكثر من 30 عام. غادي نحضروا لوحدة من حصص التدريب باش نتعرفوا عليها أكثر قبل ما نتلاقاو مع فنانة بنت مدينة وجدة بيان بالعياشي واللي كتعتبر من أجمل الأصوات في الطرب الغرناطي. غادي نتعرفوا عليها أكثر ونتقربوا من مسيرتها الفنية. دائما مع الفنانين ديال وجدة نقترح عليكم بورتري الفنان التشكيلي الشاب يونس ميلودي اللي كيعتمد في أعماله على الكاسيطات وكيبدع بفضلها سلسلة بورتريهات الفنانين الموسيقيين. في العدد كذلك جديد المسرح والفكاهة في طبق ثقافي غني. مساء يوم اثنين، كونوا في الموعد.